ينظم المجلس التصديري للأثاث وغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث الدورة 14 لمعرض فرانكس أند هوم، وذلك ابتداء من اليوم وحتى 25 من شهر نوفمبر الجاري بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصرة، وذلك بمشاركة ما يقرب من 300 شركة. هذا ومن المقرر أن يتم توقيع بروتوكول تعاون على هامش أجندة المعرض بين كل من مركز تحديث الصناعة والمجلس التصديري للأثاث وغرفة صناعة ومنتجات الأخشاب. ويعتبر هذا المعرض من أكبر وأهم التجمعات لصناع الأثاث المصريين على المستويين المحلية والإقليمية.